أنه جمع الولاة، جمع الحكومة وأبرز لهم ما كان يعيشه من محن المواطن في هذه المناطق في بجوار مصغر في غير زاد، ورى العالم كل المظاهر السلبية وأخذ على عهده أن يغير إذن هذه المظاهر. فكان هذا البرنامج الحافل اللي اسمه المناطق الضغط، والحمد لله أقر بعمليات جديدة بالعشرات الآلاف العمليات، أكثر من 30 ألف عملية ل 13 منطقة كانت تنعدم بها الحياة الكريمة. لماذا كل هذا؟ لأنه كان يريد أن المواطن في الجزائر وما أدراك من الجزائر يعيش العيش الكريم، يعيش بصفة متساوية ومتكافئة، متكافئة فرص كما في أي منطقة كان. والحمد لله أخرجه من الصعوبات التي كان يعاني منها. أقر أن يغير ملامح الجزائر ويغير نصوصها وأساس الدستور، فأحدث في الدستور الجديد كل ما يمكن المواطن الشاب أن يعبر على قدراته. وأننا نفهم رسالة عبد المجيد تبون، هذا الرجل الصادق، الرجل المخلص لوطنه، المحب لمواطنيه. احنا نتمناو ان شاء الله، نتمناو ان شاء الله، وهذا ما لا شك فيه. اي الرئيس بنات وابناء مستغانم معروفين، وانا شفت المره هذه النسب مستوى المطلوب، هذا ما لا شك فيه. على بالي يوم 7 سبتمبر ان شاء الله كرجل واحد نروحوا نعمروا نعمروا صناديق الاقتراع. يقول احنا تنافس ولكن يتنافس، احنا هو عنده جنود رجال ونساء وشباب، مهمه سهلها لنا هو بالبرنامج تاعو اللي حقه اللي انجزوا. احنا مازال لنا شويه شيء قليل فقط، نعرفوا كيف تكون التعبئه وراهم قالوا الناس موش لنا فرقوا راس باس الفور، الناس يصبوا لنا في البحر، يقول لك هو كاينين الناس اللي يصوتوا عليها هو خارج. لا موش خارج، احنا بغينا نخرجوه بقوه وبالنسبة تاع المشاركة أقوى ما كانت عليه بالنسبة للتاريخ تاع الجزائر. لماذا؟ الله مما نشكي فيه إن شاء الله عنده بالشيء اللي يقنع به الجزائريين. إنما النسبة المئوية هذه باش يضرب بها الأعداء في الداخل وفي الخارج. أغلبهم مدوا التصويت تاعهم رغم الظروف الصعبة إلى عبد المجيد تبون. إحنا اليوم وهو الذي انجز ما انجز، وهو الذي بين بلي راهو قريب للمواطن، راهو يصر على تحسين اوضاعه، يصر على جعله المواطن عضو فعال في المجتمع. اذا احنا نروحوا نزلوا باش ندعموه، باش نضربوا الاعداء في الداخل وفي الخارج. مازالوا اخرين ربما مازالوا مندسين لنا ومازالوا يخلقوا الدعايات ابدا. احنا بغينا حابين نزيدوا نرسوا 5 سنوات معاه. المأمورية الثانية هذه اللي يدعم الجزائر كل ويحط قاعدة صلبة للانطلاقة الفعلية، وتكون بلد ان شاء الله في مستوى الامم الراقية جدا. كان يقول الشيء اللي كنا راك مقتنعين به، انا نهضر ثم الراس يعني قلت نعم هذا هو البرنامج، نعم هذه هي السياسه، نعم احنا رانا مع سي تبون عبد المجيد. اذا احنا رانا وكاننا نقلع من هؤلاء، نحاول نقلع من هؤلاء المقتنعين برئيسنا بمرشحنا عبد المجيد تبون الذي سيكون رئيسنا ان شاء الله غدا 7 سبتمبر، ونكون مع جزائر مظاهرة، جزائر كما حرم بها شهداء الأبرار وكما يتمنى دوما مجاهدينا. أقول الخفار عرفنا واحد ما يوم ورجعت سكة، وثقوا في أبنائكم وثقوا في مرشحكم إن شاء الله، نخرج إلى بر الأمان وتكون جزائر قوة عظمى، قوة قادرة، قوة ضاربة. بارك الله فيكم على تلبية الدعوة، على استعدادكم وننتظركم يوم 7 سبتمبر إن شاء الله بقوة.